يعتبر الموقف الإيجابي في قضية الصحراء المغربية بالنسبة للحكومة الإسبانية موقفا مهما ومثيرا للجدل، خصوصا بالنسبة للذين لم يكونوا يتوقعون هذا الموقف الذي كان موقفا جريئا، والذي وصف في رسالة بعث بها رئيس الحكومة الإسبانية إلى جلالة الملك بأن مشروع الحكم الذاتي هو الأكثر جدية ومصداقية. وهذه العبارة لم يسبق أن تداولها المصطلح الدبلوماسي الدولي من قبل، ولذلك كان لها وقع مهم. طبعا هذا الموقف لم يأتي من فراغ، بينما كان مهيئا له، وكانت الدبلوماسية المغربية صارمة في هذا المجال من خلال الخطاب الملكي السامي لعشرين غشت، والذي وضع المغرب شركاءه أمام موقف صارم في هذا المجال، إما أن يكونوا مع مغربية الصحراء أو لا يكونوا، حتى يتم التفاوض على إثر هذه المواقف فيما يتعلق بالشراكات الاقتصادية مع الدول الأوروبية، خصوصا مع الجار الإسباني الذي يعتبر موقفه هذا موقف مهم بالنسبة لملف الصحراء، موقف متقدم ساهم في إقناع الموقف الإسباني كل الأطراف التي لها علاقة والتي لها مصالح مشتركة في هذا المجال، ولذلك كان موقفا نعتبره موقفا سياسيا مهما سيكون له ما بعده فيما يتعلق بالعلاقات الشراكية العلاقات الشراكات الإسبانية المغربية، وفيما يتعلق بمواقف الدول الأوروبية التي ستلي هذا الموقف والتي ستكون طبعا دائما في صالح ملف قضية الصحراء. ما يحصل الآن هو هذا الإجماع حول هذا الموقف، خصوصا من بين الأطراف الإسبانية السياسية، خصوصا الأحزاب الشراكية الإسبانية التي دعمت هذا الموقف، وكذلك رجال المال والأعمال الإسبانيين الذين لهم مصالح مشتركة داخل المملكة المغربية، خصوصا إذا ما علمنا أن العديد من المقاولات الإسبانية موجودة في المغرب، وهي تعد ضمن الدول الأولى في مجال الاستثمار في المغرب، ولذلك انتصرت السياسة الإسبانية من خلال هذا الموقف إلى الواقعية التي تربطها واقعية الصداقة التي تربطها مع جارها الجنوبي المملكة المغربية. نعتبر فيما يتعلق بهذا الموقف أنه اعتراف ضمني بمغربية الصحراء، بحيث أن الإسبان كانوا هم الاستعمار هذه المنطقة، والذي خرج منها إثر تنظيم المسيرة الخضراء سنة 1975. هذا الموقف الإسباني أحرج خصوم وحدتنا الترابية، مما دفع بالجارة الجزائر إلى سحب سفيرها من مدريد، وقصد التشاور فيما يتعلق بهذا الموقف الذي اعتبرته موقف ردة بالنسبة للنظام السياسي الإسباني اتجاه الجزائر واتجاه صنيعتها البوليساريو، التي يعني فبركت بيانا في الموضوع ترد فيه على هذا الموقف الإسباني، والذي طبعا لم يستمع إليه أي طرف من الأطراف المتحكمة في ملف الصحراء. وإضافة إلى هذه الردود القوية التي جاءتنا من الساسة الفرنسيين ومن الولايات المتحدة الأمريكية ومن كل الدول الأوروبية التي دعمت هذا الموقف، والتي ارتأت فيه أنه دعما قويا لملف مشروع الحكم الذاتي من أجل تطبيقه على أساس أن يحل هذا النزاع بشكل نهائي، وبالتالي طي هذا الملف إلى غير رجعة، مما سيسهم في تنمية الاقتصاد وفي استتباب الأمن والاستقرار بالمنطقة شمال إفريقيا وبحوض البحر الأبيض المتوسط. إذن هذه المواقف طبعا التي نراها يعني تتلو دولة بعد أخرى، خصوصا بعد الموقف الجريء كذلك لألمانيا التي عبرت بعد انتخاباتها الأخيرة عن موقفها الإيجابي في اتجاه مغربية الصحراء،
وكذلك المواقف الأخرى بعد اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء، كل هذه المواقف تدعم هذا الملف، وبالتالي تصبح قضية الصحراء يعني مطوية إلى غير رجعة، وهذا ما يدفع بالقول بأن الدبلوماسية المغربية لعبت دورا طلائعيا ومهما وواقعيا في علاقتها مع كل دول المحيط، وكذلك مع الدول التي لها شراكات وعلاقات قوية مع المملكة المغربية. فالمغرب الآن يشاور ويفاوض ندا للند مع كل الأطراف التي تحاول أن تمدد هذا النزاع، الذي طبعا لن تخسر فيه إلا المنطقة المغاربية، وخصوصا إخواننا المحتجزون في تندوف الذين ينتظرون مثل هذه المواقف بشغف كبير، وهم الآن يعيشون ظروفا قاسية في المخيمات، بحيث أن صعوبة التنقل من مخيم إلى مخيم تتطلب منهم إجراءات صعبة وخطيرة، إضافة إلى التعذيب والممارسات الكيدية لكل الذين يطالبون بالحرية وبالاستقلال وبالعودة إلى الوطن الأم المملكة المغربية، هم يكونون رهن الاعتقال أو التعذيب من طرف النظام الجزائري، الذي هو من صنع هذه الجبهة، جبهة البوليساريو، وهو الذي من مولها على مدى أكثر من 46 سنة. فالموقف الإسباني يعيد الملف إلى واقعيته وإلى شرعيته، ويرسخ شرعية مغربية الصحراء بالنسبة للسيادة الوطنية، وبالتالي يبقى أن الموقف المغربي والدبلوماسية المغربية التي عرفت هذا التحول الكبير في العشرية الأخيرة، جعلت من كل القضايا الاستراتيجية للمغرب مربوحة، وجعلت كل القضايا الاستراتيجية للمغرب في مواجهة كل خصوم وحدة الترابية مثار نقاش ومثار جدال ومثار أيضا احترام من طرف كل الدبلوماسيين الأجانب ومن طرف كل المنظمات الدولية. لذلك فالمغرب الآن له وزن كبير في المنطقة، ويلعب دورا رياديا، خصوصا إذا ما ربطناه بدوره الكبير في القارة الإفريقية وبسياسته الاستراتيجية في هذه القارة، الذي يعتبر الآن هو البوابة الأساسية لكل الاستثمارات الأجنبية. وبالتالي المغرب الآن يلعب دور المحور ما بين الجنوب وما بين الشمال. فالجارة الإسبانية يعني انحازت إلى الواقعية وإلى الشراكة البينية المميزة بين المغرب وإسبانيا، خصوصا أن المملكة المغربية كانت دائما تساند إسبانيا في كل القضايا المرتبطة، سواء بوحدتها الترابية، سواء بقضايا اقتصادية، سواء بكل القضايا التي تهم الشعب الإسباني. فلذلك السياسة الحكيمة للحكومة الإسبانية الآن تجاه ملف وحدتنا الترابية هي سياسة واقعية، وهي سياسة سوف يكون لها ما بعدها من جني ثمار مثل هذه القرارات الجريئة التي تنؤ بالمخاطر التي تهدد المنطقة، وبالتالي استتباب الأمن والاستقرار في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، وهذا ما تسعى إليه الحكومة الإسبانية في النهاية، وكذلك الدول الأوروبية. فالمغرب يعتبر بمثابة صمام أمان بالنسبة لأوروبا، سواء على مستوى الهجرة، سواء على مستوى مخاطر الإرهاب إلى غير ذلك. لذلك نحن نعتبر من خلال هذا الموقف الإسباني والموقف الألماني والمواقف التي ستاليها فيما بعد، وأعتقد أن فرنسا على الأبواب من خلال الضغط الممارس له من طرف اللوبي الاقتصادي الفرنسي والسياسيون الفرنسيون الذين يفهمون أن المغرب شريك استراتيجي بالنسبة لفرنسا، هم الآن قادمون للاعتراف كذلك بمغربية الصحراء، وقادمون كذلك بأن يسهموا بدورهم في نزع فتيل الاضطرابات داخل المنطقة شمال إفريقيا، والضغط على الجزائر من أجل الكف عن كل المغالطات التي تمارسها وعلى كل الأكاذيب والذي مارسته على مدى سنين عديدة فيما يتعلق بهذا النزاع المفتعل الذي صنعته الجزائر وصنعتها البوليساريو وكل الذين ساهموا فيه إثراء الحرب الباردة ما بين روسيا والغرب. ولذلك
الآن الـ 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 الآن يعني الفرصة سانحة لكل الضمائر الحية من أجل أن يعني يلتفوا حول هذا القرار وأن يعني يطبقوا كل ما يمكن أن يدفع بالمنطقة إلى الاستقرار والأمان. ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. أيام 24 عيونكم التي لا تنام.